أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بمدحهم وثناهم نزل الذكر في الكتاب المجيد. خصهم ربهم بما ليس يحصى. كيف يحصى ما ليس بالمعدود. ذكريات ترددت تتسامى. كشفت عن دجى السماء الظلام. وليالي أعياد آل رسول الله فرجهم ولا مرداهم من الأولين والآخرين. الحمد لله مرت علينا هذه الذكريات المعظمة الشريفة في مطلع هذا الشهر المعظم، شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن عظمة شهر شعبان وعن مقامه عند الله وعند رسوله وعند أوليائه. ينبغي له أن يعطي الحظ الوافي بقدر ما يستطيع، وبالأخرة هو راجع إلى هنيئا للعامل، هنيئا للعارف بحرمة هذه الأيام وهذه الليالي المعظمة. أولا نكمل حديثنا حول الصراط، باعتبار احنا ان شاء الله في هذه الايام على صراط علي واهله صلوات الله عليه، فلا باس باضافه بعض الامور المختصره جدا حتى نوعا ما يتكامل هيكل البحث ونرى ما يجري على اللسان. قلنا الصراط يعني الطريق، وأشرنا إلى احتمال مأخذه من اللغة الأم التي تلتقي عن اللغة السامية التي تلتقي مع اللغة اللاتينية وأمثالها. وقلنا بأن الصراط هو الطريق، يقول الإمام الطريق إلى معرفة الله. أول شيء عرف الصراط قال هو الطريق إلى معرفة الله. فإذن اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الطريق إلى معرفتك. وهو صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الذي في الدنيا معرفة الإمام وولايته، حينما تسمع التركيز في القرآن وفي المأثورات
على الصراط المستقيم. المقصود بمعرفة الإمام ومتابعته ولايته، هذا الصراط المستقيم. زين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الاستقامة في الآية في رواية الرضا عليه السلام هي ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا هذا الصراط المستقيم في الدنيا، وأما الذي في الآخرة، هذا الذي في الآخرة الذي أشرنا له في البحث السابق أنه جسر يوضع على جهنم يوصل إلى الجنة، فالإنسان الذي يجتاز هذا الممر وهذا الطريق يصل، وأما الذي تزل قدمه أجرنا الله وإياكم يقع في المعارك. ثالثا قلنا الصراط له أوصاف، من أبرز صفة الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم، صراط مستقيم. الاستقامة هذه معناها مفردة واحدة، لكن هذه تستوعب سعادة الإنسان دنيا وآخرة حتى في حياته الدنيا. يعني لو واحد قال لك أعطني كلمة من القرآن أو مثلا إشارة في القرآن إلى منهج السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، تقول له اهدنا الصراط المستقيم، وإنت ما أحد يقدر يجيب جواب أحسن من جوابك، ماكو أصلا. اهدنا الصراط المستقيم هو الجواب الأفضل، لأن الاستقامة حتى في الدنيا في جميع شؤونك وعلى جميع أصعدتك، يعني سواء أبعاد الإنسان الخاصة وأبعاد العامة الاجتماعية، أبعاد الأسرية والاجتماعية، أو لا حتى على المستويات المتعددة، مثلا المستوى الاقتصادي، المستوى المالي، المستوى الديني، المستوى المعنوي، المستوى الروحي، المستوى السلوكي، كله إذا التزم بالاستقامة فهو أحسن طريق وصلوا إلى الصلاح. زين. فإذا أول شيء الاستقامة، والاستقامة عرفها الرضا بأن ولايتهم سلام الله عليه. الوصف الثاني الدقة، وأنه كأدق من الشعرة وأحد من السيف، هذه مفردات وردت في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك عن أولاده المعصومين. هنا أنا أريد أعلق شيء، أضيف شيء، وهو أنه أحد الإخوة في الجلسة السابقة سأل، قال إذا كان هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، شلون الناس تمشي عليه؟ تقول الناس تمشي ناس مثل البط، مو كذا قلنا؟ وناس يعني مثلا يطيروا طيران شوية، وناس يمشوا مثل ما يمشوا زي ما يركب على الخيل، وناس يمشي مشي عادي، وناس يحبوا، وناس يزحفوا، والله ما زين. هذه الأصناف، وانت أبو حسن، وانت انت غير، انت والسابقون السابقون أبو حسن، صلوا على محمد. قال بأنه هالنوع من العرض في الرواية مثلا كيف ينسجم مع أنه أحد من السيف؟ وبعض الإخوة
أشار أنا أتذكر يعني وإحنا طالعين قال يمكن يكون لكل صراط معين خاص به لو لا هذا الإشارة أولا نشرها. في بعض المأثورات حل إلى هالقضية، لكن قبلها نقول بأن بعض العلماء قال بأن هذه أحد من السيف وأدق من الشعراء، هذا مو وجود مادي هو الصراط، وإنما النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن العمل في الدنيا الذي هو الصراط في الدنيا هو الصراط في الآخرة، والصراط الذي في الدنيا فعلا أحد من السيف وأدق من الشعرة. أنت التزامك بدينك مو هالشكل، أنت تأمل فيه التزام الإنسان بدينه هالشكل صغير يمشي عليه أحد من السيف، لأن أول من يعارضك أقرب الناس لك. لو أنت تريد يعني تلتزم أقرب المقرب لك ما يرضى، ما يمشي وياك، ما يقدر يمشي وياك، لأن هذا يحتاج إلى همة 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 عالية من الدرجة الأولى. بيشوفك ضرب صيام ضرب صلاة وعبادة، ما نقول الكثرة، لكن حالك مو مثل حال الناس. الناس تبغى تغتاب، الناس تبغى تتكلم على بعضها، الناس تبغى تعلق على جماعة، ها هذا طالع لابس ثوب كذا وهذا لابس كذا وهذا ما ادري ايش مسوي، وانت بتورطنا من تدخل مجلس ما حد قاعد يتكلم، ما يبغوك، ما حد يبغاك اصلا، ما حد يرغب فيك. حتى تمشي على الصراط المستقيم لازم تكون تعيش منعزل، لابد ان تكون منعزلا على هالوضعيه اللي احنا نعيشها حتى يكون انت تمشي على الصراط. من هو بالله عليك الحين تدخل مجلس من المجالس؟ من هو هذا المجلس الذي يخلو من مبدأه إلى منتهاه من جريمة نكراء هتك حرمة واحد؟ قل ما صراحة يعني لازم فيها هالمجلس المبارك يطلع، قل ما أقول مرة مثلا مستحيل، لكن يعني قليل صاير على الأقل، حتى في المجلس مو برا خارج المجلس بعد، حتى مع بعض كل واحد يضرب الثاني، كل واحد يضرب الثاني، حتى لو المسألة شرعية، حتى لو المسألة يعني الآلية، آلية الأخذ والرد في المجلس آلية دينية شرعية، ومع ذلك يصير فيها تجاوزات، فما بالك بالباقي. زين أنت تريد تلتزم، تريد تمشي هكذا، إلا أن تجلس في المجلس أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وتظهر ذاك مثلا أنك مكفهر بالوجه وأنك مو مرتاح مثلا يعني. فهذا العالم يقول بأن هذا إشارة إلى تطابق عالم الآخرة مع عالم الدنيا، وأن ما نراه في الدنيا هو نفسه الذي سينكشف لنا في الآخرة. لقد كنت في غفلة، شنو؟ ها ما أسمع من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. شنو يعني في غفلة من هذا؟ يعني هذا كان عندك، هذا كان عندك في الدنيا، انت ما كنت تشوفه زين، هذا هو الصراط اللي انت كنت تمشي عليه هكذا. فإذا التعبير بأنه أدق أو أحد من السيف وأدق من الشعراء، هذا وجهه عند بعض العلماء، مو واحد، مجموعة من أهل التحقيق. زين، الأمر الثاني خلنا نضيفه قبل ما نجيب الروايات. الأمر الثاني لاحظنا أن من صفات هالصراط تفاوت الناس أولا في الحركة ثم في القطع، والتفت لها هذه. روايات تقول بأن بعضهم يقطع الصراط كالبرق أو ربما أسرع حتى من البرق، ثم تبدأ في حالة التراجع عند الإنسان إلى أن يصل كما قلنا إلى الزحف. هذه ففي السرعة، ثانيا يعني في الحركة السريعة، ثانيا في قضية المشي، هذا يمشي بهذه الكيفية، هذا يمشي تزل قدمه، هذا كذا،
هذا شنو السر وراه؟ بناء على التطابق بين الصراطين، صراط الدنيا وصراط الآخرة، تنحل القضية. شلون؟ لأن الصراط نفسه هو الولاية، أو الصراط هو الدين، مو كذا؟ إذا كان الصراط هو الولاية، الصراط هو الدين الحقيقي، فبقدر قبول الإنسان، يعني نسبة قبول الإنسان للدين هي النسبة التي تعطيه الحركة يوم القيامة. يعني لو جاءوا إليك قالوا إليك ترى الأمر الفلاني حرام، أنت لما تسمع هذا الأمر حرام وهذا من الأمور التي تحبها، الآن وصل عند الإنسان تردد، مقدار قبولك، سرعة قبولك لأمر الله هو نفس سرعة قبولك في ذلك العالم. هذا زين، هذا من وين أنا أجيبه؟ ذا أجيبه من عالم الدار. هذا الكلام قلها له من عالم الدار أفهمه. شلون؟ في عالم الدار الله عز وجل قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، لكن الروايات فصلت، حتى الآيات فصلت طبعا، بس خلينا نجيب الروايات نشير لها. الروايات فصلت، قالت الناس تفاوتوا في قول بلى، مو كلهم قالوا بنفس المستوى، بعضهم أخذ له سنين وبعضهم أشهر وبعضهم في نفس اللحظة. أول من قال بلى هو النبي محمد. بهالسرعة التي لا تخطر البال، هذا هو اللي أسرع من البرق. ما أقول النبي على الصراط، النبي ما يحتاج يمشي على الصراط، النبي دين هو الصراط وكذا، وهو على الصراط واقف ينقذ الناس، لكن أضرب لك مثل. فبقبولنا لأحكام الله، بقدر قبولنا لأوامر الله، هذا يعني مثلا ثم لا يجدوا حرجا مما شنو قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحرج، حرج ماكو. اذا تريد تقطع المسافه هذه في اسرع وقت يكون انت تتقبل الدين اسرع ما يكون، ما تتلكع في شيء. كل ما يتلكع الانسان كلما ابطأ فيه قطعه المسافة، وهذا واضح. وأما بالنسبة إلى هذه الحركة اللي يصير فيها مثلاً زحف، أو إجي يمين وإجي يسار، يكاد يسقط من على الصراط أو تزل قدمه، هذا من ويش؟ هذه حركة الإنسان العرضية في الدنيا. كيف؟ مو الإنسان هذا إلى حركة عرضية أيضاً، أقصد بها أنه وهو يمشي مثلاً عينه زلت على محرم، تزل قدمه يوم القيامة بمقدار هذا إذا ما تاب، لسانه في المجلس أو في غيره، قدمه مثلا انتقلت أو نقلته إلى مكان ممنوع شرعا، وهكذا. هذه زلات الأقدام والعثرات الموجودة في الآيات والروايات، هذه العثرات يعني الخطايا والذنوب، هذه هي التي تجلى على الصراط يوم القيامة. فإذا قطعه المسافة مقدار قبوله لطاعة الله وأوامره، وحركة على الصراط مقدار تجاوبه في الطريق، في الالتزام في طريق الحق. هذا هو يعني حل هذا الأمور هذه. وأما في الرواية أكو مفاد بعض الروايات أن الصراط لكل هو صراط واحد، لكن يتجلى لكل واحد بحسبه، يظهر لكل واحد بحسبه. دول أهل الخير والصلاح لا واسع مرتاحين ويقطعوا بسرعة، وهذا المسكين أبو المعاصي يضيق بمقدار ذنوبه ومعاصيه، هذا بمقدار ذنوبه ومعاصيه يضيق عليه الصراط، لأن في الدنيا الدين عنده مضيق خلقه، مو كذا؟ الدين عنده مضيق خلقه، لغاني حرام،
وذاك ما ادري وش هو حرام، حرموا كل شيء ما خلوا شيء ما خلوا شيء، وياخذوا عندنا فلوس سموها خمس واشياء كثيره يعني. فالدين يطيق خلق الله يرحمه استاذنا السيد ابو طاحي الله يقدس نفسه، مره طالعين ويا هذا العالم الكبير طالعين ويا من الدرس، والسيد يا الله يقدر يمشي بالعصا وما عليه دباب معطوف من الشباب الخير، وبعضهم هذول ما يراعيه، فكاد يشيل السيد. انا كنت وياه امشي، والمسجد من بيته لمسجد قريب، مسجد ابو طالب قريب سلام الله على ابو طالب، مو قريب من بيت السيد، مع ذلك هذا بغى يشيل السيد كامل، وطبعا ما شراح يعني. فالسيد رمى بروحه على الجدار، قال له قول لي ترى حقهم دول الجماعه يكرهوننا وما يشتهوننا. قلت له ليش سيدنا؟ قال احنا وين ما يروح يشوفونا قدامهم، يعني ما خلينا كوجه لعب بينا هناك في قوم يعني. ها يقول وين ما يروحوا كلهم عاملين ضاق خلقهم في حاله دي. فيقول على كل اقول يعني الدين بمقدار الحاله النفسيه، هل تضاف ايضا بمقدار الحاله النفسيه المرتبطه في ارتباطي بالدين، هذا يتجلى على الصراط ايضا. يضيق اذا كان انا عندي ذنوب ومعاصي. احد العلماء الابرار من كبار علمائنا تلميذ له من التلاميذ ينقل قضيه شاهدها بنفسه، تلميذه بعد عالمه، يقول عندهم في قريتهم واحد ابو خير وصلاح في ظاهره، وكان متولي مسجد زين، ويوم من الايام اتغيب هذا او فتره تغيب ما يقدر ما يجي، سالوا راحوا الى ها ابو فلان ما نشوفك تجي المسجد وانت المسؤول وكذا، قال لهم قضيه صابتني اخيرا منعتني من الخروج. شنو القضيه؟ قال ليله من الليالي في هالفتره يقول انكشفت لي في عالم الرؤيه الاخره، يقول طلعنا احنا انا ومجموعه من الناس كبيره تسوقنا الملائكه، يقول هو تعبيره تسوقنا الملائكه الى الجنه، رايحين الجنه احنا، يقول رايح الى الجنه يوم وصلنا الصراط زين، دخلنا الصراط. الان اتكلم عن نفسه، هذه اللي اقول لك لكل صراط، ما عندنا صراط واحد. يقول دخل، يقول انا دخلت الصراط، انا اول ما بدات يقول كبير الصراط كان، لكن كلما مشيت فيه بدا يضيق. يقول بدا يضيق 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 الى حد وصل ما اعرف امشي، خلاص اذا امشي اطيح. يقول صرت امشي شويه شويه زلت قدمي من على الصراط ووقعت زين. فيقول وقعت واذا يقول لحق، يقول هو مثل الان وين البراكين اللي تصير تصويره تماما مثل البراكين، يقول بحيث انا وقعت في وسط هذا وصرت اصرخ وتعبان وانا اعرف شلون اتخلص، يقول اريد اوصل الى الجوف كانما في جوف يعني يقدر يطلع شويه من هذا. يقول تلك اللحظه الهمت ان اتوسل بعلي بن ابي طالب عليه السلام، يقول فصرخت يا علي، يقول صرخت يا علي بن ابي طالب عليه السلام، يقول واذا برجل امامي اكون موجود، قال لي يقول مد يده، يقول مد يده، قال لي امسك يدي، يقول امسكت بيده سحبني ورماني على الجوف برا. يقول كانت النار تلتهب، اكلت طبعا النار من اقدامه الى وركيه. يقول الامام عليه السلام صار يمسح على وركيه بيده المباركه فكشف لهم، فالمكان الذي مرت عليها يد امير المؤمنين سالمه، واما الباقي احترق من تحت. شوف شلون احترق.
بس المكان اللي مر عليه غرضي انا هذا الصراط هالشكل. لازم احنا نتقبل الدين، لازم يكون عندنا علاقه بالولايه الى علاقه صحيحه، ما يكون عندنا تلك، ويكون عندنا حاله نفسيه من التسليم. واحنا الحمد لله بخير. اكو مساله ثانيه لكن خلاص نخليها غير واقع، وهو مساله حتى لو الله اختار امانته يكون انتم تسالوا تطرحوا هالمساله تحلوها يعني، وهو انه اللي يسقطوا من النار عفوا من الجسر هذا وين يروحوا؟ يروح النار. هذه فيها بحث، هذه فيها بحث. لازم نوفق بينها وبين ايات تقول لا ما يصير، هذه لازم. فان شاء الله الله يرزقنا ان شاء الله البركه بتاعكم حياه ونكون بخدمتكم. احنا الحمد لله على خير. ها هذه النوع من القصص تحيي قلوبنا، لان هذا علي ويانا سلام الله عليه. زين احنا في الدنيا بعدنا، احنا ما زلنا نتنفس الخير والعافيه مو كذا؟ خلنا نرتب وضعنا. وعندك مثل هالشهر المعظم، وعندك مثل هالولايه، وعندك مثل هالمناسبات، وش تنتظر بعد؟ شيء كبير. انت في خير ونعمه، انت في خير كبير. عرفه يعني المعصوم يعرفه اولياء الله، حضورك هالمجالس المعظمه مثلا، تقوية الحضور، المشاركة صوت وصورة، وكذلك أيضا الإعانة والمساعدة. هذه ايش قد لها؟ تدري هالمناسبات الكبيرة اللي مرت الثلاث عندهم، مناسبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهالمناسبة هذه وحدها كم غنمت فيها أنت؟ غنمت فيها كثير الحمد لله على النعمة. وانت اصلا يوم جيت ما كنت تنتظر لا ثواب ولا شيء، محبه جاد الحسين. وكذلك بالنسبه الى ابي الفضل العباس، امتداد وظل الوجود الحسيني في كربلاء وحتى قبل كربلاء. وكذلك بقيت انت مع زين العابدين وسيد الساجدين، وعشت حاله من العبوديه، وعشت حاله من الطاعه. نعمه كبيره هذه الحمد لله. انت غنمت الشيء الكثير، هذا ما يقدر به أملاك الدنيا. ماكو أصلاً شيء يغنمه من الإنسان مثل ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم نور، نور الله جل العباس يقول لي الله، العباس يقول لي هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والترم، مهابط وحي من سره سره.
صاحب الزمان عليه السلام. ونوح بهم في الفلك لما دعا نجا وغيظ به طوفانه وانقضى الأمر ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا وانطفى ذلك والآن لداود الحديث بسرهم أسيء فقدر في سرد يحير به الفكر ولما سليمان البساط به سرى أسيلت له عين يفيض له كان عيسى ابن مريم لعازر من طي اللحود له نشر سرى سرهم في الكائنات وفضلهم فكل نبي في السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان وبالمعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام صل على محمد وآله وفرج عن المكروبين من شيعتهم احفظ يا رب مراقد أهل البيت شيعتهم يا رب أبعد عنهم أيدي الظلمة اكفنا يا ربي سوءهم وادفع عن المؤمنين شر البلاء والآفات والأعراض والأعراض والأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح الموتى من العلماء والمؤمنين والمؤمنات موتانا وموتاكم نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات